تشاهدون في هذه الحلقة: إطالة أمد الحرب يبدد آمال المعلمين اليمنيين بانتهاء أزمة المرتبات. الفن التشكيلي رسائل هادفة في زمن الحرب. هويدا الفضلي إعلامية مهتمة بقضايا المرأة والطفل. فعاليات وأخبار مختلفة نختار لكم منها أفضلها ونعرضها لكم في هذه الفقرة، ابقوا معنا. تفقد القائم بأعمال محافظ عدن أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون محطة المنصورة الكهربائية بعد توقف أحد مولداتها وخروج 9 ميجاوات عن الخدمة، وشكلت لجنة فنية لمعرفة السبب الرئيس لعطب المولد رقم 3 وخروجه عن الخدمة في محطة المنصورة التي تتجاوز قدرتها التوليدية 50 ميجاوات. اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول القرصنة الإلكترونية كجريمة وطنية وعابرة للقارات. الورشة شارك فيها وعلى مدى 3 أيام 25 مشاركاً من القضاة وأعضاء النيابة وممثلي وزارة الاتصالات والمجتمع المدني، وهدفت إلى التعريف بضمانات استخدام تقنية المراقبة الإلكترونية في التحقيق والمحاكمة الجنائية وطرق الحصول على معلومات من مقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات. أقيم في العاصمة المؤقتة عدن مهرجان الخير والأمل لدعم مرضى السرطان بحضور نجوم الفن والمسرح. المهرجان يأتي كتقليد سنوي لمؤسسة مكافحة السرطان ويهدف إلى مساعدة مرضى السرطان والتوعية بمخاطر المرض ومسبباته والسبل الوقاية منه. العلم يبني بيوتاً لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. قف للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولاً. كلمات باتت محض شعارات في ظل تقطع رواتب المعلمين وحرمانهم من أبسط حقوقهم وزج أجيال قادمة في زنازين الجهل والظلام. في واقع مغاير للصورة التي ارتسمت طويلاً في أذهان أجيال وقفوا أمام المعلم تبجيلاً، يقف آلاف المعلمين اليوم منهكين بحرب طال أمدها وحياة بالغة السوء والقسوة. مدرس نازح من صعده، من أبناء لحج، محافظة لحج، عملت 20 سنة في صعده، تم صرف مرتبات عبر الكريمين خلال 4 شهور دفعة واحدة وشهر منفرد. هذه لما استلمها تم توريدها إلى الأمانات في وزارة المالية. ذهبت للمتابعة في 2018، قالوا آتي بمذكرة من وزارة التربية. تابعت المذكرة كما تروا هذه هي لمدة عام وأنا أتابع. أتيت بالمذكرة إلى وكيل وزارة المالية، قال لي تأخرت. بعد ما هو الذي طلب مني، لو قدرت قبل شهر واحد كنت صرفت لك ياتها. الآن هاي تم مصادرتها لتسديد نفقات الدولة. ليش الأمانات هذه؟ ما هي حشيش ولا هي مخدرات ليتم مصادرتها. نصف راتب خلال نصف عام هي كل ما يتحصل عليه موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، الأمر الذي شكل معاناة أخرى لقطاع واسع من التربويين. انتهى الحال ببعضهم إلى المخاطرة بالنزوح أو مكابدة العمل في مهن شاقة من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لأسرهم. هذه رواتب ومستحقات المدرسين وكمعلمين وموجهين يتم إيقافها، بينما هناك توجيهات رئاسية بصرف مرتبات المعلمين، جميع المعلمين كان نازح أو غير نازح، وأين تصرف هذه وأين تعود لا نعلم. يعني لا يعتمدون مثل محافظة المحررة، مثل تعز، مثل الحديدة، مثل الجوف، مثل مأرب، يعتمدون معاملة كأنها ليس محافظة، كأنها قرية. تمام، الصرف لا يصرف الراتب يعني شهريا بموعده، يخلوا الرواتب شهرين وصرفوه مرة واحدة. والآن إلى اليوم في مشكلة قوية معنا اليوم، راتب شهر 11 و12 إلى اليوم
اليوم 14/1 لم يصرفوا بحجج ايش؟ بحجج المباشرة. طالبتهم اريد ان اقابل الوزير في يوم الثلاثاء الذي هو حق مشروع المواطن مقابلة الوزير، فاقابل مسؤول خدمة الجمهور من تكون حتى تقابل الوزير. من انت؟ انا المدرس، انا الذي اطلعك في هذه الوظيفة، انا من اطلع الوزير وزيرا، انا من طلع خالد حوثري الوكيل وكيلا، واليوم تقول لي متبهزلا بي من تكون؟ أكثر من 14,000 معلم نزحوا إلى المناطق المحررة يعيشون أوضاعا صعبة في مناطق النزوح جراء عدم انتظام صرف المرتبات وغلاء المعيشة. المفروض أنهم يصرفوه شهر 11 و12 ومن ثم يضربون مباشرة من بداية شهر 1، أما أنهم ينتظروا الناس ينتظروا أولادهم بدون مصروف، ينتظروا شهرين ويلحقوا شهرين أخرى، يعني المباشرة احتمال شهرين لما تجهز، في نازحين من حجة، في نازحين من صعدة، في نازحين من صنعاء، في من ذمار، نازحين هنا في المحافظة المحررة، يريدون الناس لما يتجمعوا ويجهزوا المباشرات ياخذوا شهرين، والناس ولادهم منتظرين مصروف. راشد الأخ صالح سام بن بريك بالكشف والتحقيق في ملابسات أكل رواتبي من الأمانات، من اللي أخذها؟ راشدة وناشدة من هذا المنبر، من هذه القناة، وراشدة بالكشف والتحقيق في هذه المهزلة. راتبي يكفي لتسديد نفقات الدولة؟ هل الدولة تحتاج لأسدد أنا نفقاتها؟ خاطبك الله يا سيادة الوزير. نحمل الجهة المسؤولة وزارة التربية، وزارة المالية، وزارة المالية هي اللي حقيقة والتوجيهات عندها بالصرف، ولكن لم تصرف. ليش؟ وذلك لأجل الرديات، وذلك لكسب العائدات من خلال هذه المرتبات. لماذا لا يتم صرفها؟ لا نعلم. وكذلك هنا فشل لا يعلى عليه في وزارة التربية والتعليم، من القائمين من الأخ الوزير إلى أصغر موظف. عام جديد يستقبله المعلمون اليمنيون بالمزيد من القهر والحسرة، إذ لا بوادر على المدى القريب لمعالجة أزمة مرتباتهم الموقوفة منذ أكثر من 3 أعوام، الأمر الذي انعكس سلباً على ما تبقى من هامش تعليمي دمرته 5 سنوات من الصراع في بلد ملغوم بالجهل والتخلف. نرحب بالدكتور ناصر عبد المجيد المقرمي، عضو الهيئة الإدارية لجمعية المعلمين النازحين والمنقولين. أهلا ومرحبا بك اليوم معنا دكتور. اليوم نناقش وضع المعلمين النازحين والمنقولين ومسألة رواتبهم وصرفياتهم كذلك. بداية دكتور، ما هي الجمعية ولماذا تأسست، وما هي مطالبكم ومدى شرعية هذه المطالب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لجمعية النازحين المعلمين النازحين والمنقولين، تأسست هذه الجمعية بناء على مظالم الذي شعر بها النازحون من خلال تأخير لتسليم رواتبهم، والظلم الذي بدأ يحاك عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية. وبالتالي لما رأينا عدد النازحين أصبح كثير، قررنا أن نعمل جمعية حتى يكون المخاطبة بشكل منظم وبشكل إداري، لا يتوجه الجميع ولا يتوه الجميع في مخاطبة هاتين الوزارتان. فأسست هذه الجمعية وما زلنا إلى الآن في إطار استخراج الموافقة من الشؤون الاجتماعية لهذه الجمعية. قضية النازحين المعلمين النازحين هي قضية حقيقة تحتاج إلى وقفة من القيادة السياسية المكونة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكذلك من رئيس الدولة دكتور معين عبد الملك، لابد أن يتحرك، لأن معاناة النازحين هذه إذا استمرت فمعنى ذلك أننا سنصل إلى مرحلة الحضيض، لأن المقولة تقول إذا أردت أن تهدم أمة فعليك أن تهدم التعليم. القضية الآن لم تصبح قضية النازحين فقط، بل أصبحت قضية التعليم بشكل عام. المدرس الآن يستهدف من قبل وزارة التربية ووزارة المالية. الآن المعلمين اللي ترونهم في منطقة مدينة عدن أو في حضرموت أو في المناطق المحررة كلها، كلهم مضربين الآن. السبب حقوقهم، أصبح المعلم هذا هو الوحيد اللي تؤخذ حقوقه، هو الوحيد اللي يسلب حقوقه. لماذا؟
لماذا تسلب هذه الحقوق؟ ما هي الصفة؟ ليش يعني؟ هذا مدرس تعب وجهد وعانى معاناة شديدة جدا لكي يصل ويوصلك إلى مرتبة أيها الطالب أيها التلميذ الذي الآن أصبحت وزير وأصبحت مدير وأصبحت في مناصب عليا، الآن استقويت بعد أن تربيت على يد هذا المدرس، هذا الذي تعب حياته في الليل والنهار ليأتي لك بالمعلومة الصحيحة ويأتي لك بالعلم ويقعدك على هذا الكرسي. المفروض يجازي العمل بالخير، لا أن تقوم وتستقوي فلما اشتد ساعده رماني. هل لديكم إحصائيات بعدد المعلمين النازحين والمنقولين من أماكن ومناطق الصراع إلى المناطق المحررة؟ بالنسبة لأعداد النازحين، الأعداد ما زالت متزايدة وتتكاثر في كل يوم، لكن في الوقت الحالي العدد اللي بلغ لدينا هو عبارة عن 7 دفع، بلغ عددهم تقريباً 14,400 مدرس. عدد الدفعة الأولى والثانية والثالثة بلغ حوالي 4,041 مدرس، بينما الدفع من الرابعة إلى السابعة بلغ عددها حوالي 10,359 نازح. هذه الأعداد الآن الذي يسلم لهم هم 3 دفع، 4,041 معلم، عدد بسيط جدا. فيعني أنا ما مش عارف يعني الوزارة، هل الدولة يعني غير قادرة على أن يعطوا هذا المدرس هذا 4,000 هذا المبالغ؟ كم في الجيش الآن؟ أصبح الجيش في كل يوم هو يزداد ورواتبهم عالية جدا، يعني الله يفتح عليهم ويعطيهم ويزيدهم من رزقه، لكن ينظر للمعلم هذا الذي مسكين جالس في الساحة الذي يدرس في القرى، يدرس في المدن، يدرس في عدة أماكن ولا يقول لا، يحمل رسالة القلم ويحمل رسالة العلم ليقدمها لأبنائكم. أبنائكم أنتم أيها المسؤولين، أبنائكم أنتم أيها المدرج أيها الموظفون في كل مكان، هم أبنائكم أبناء الشعب. فإذا أردنا وللأسف الشديد يعني نجد أن الصياح الآن والصراخ التعليم يتدهور، التعليم يتدهور، طبعا سيتدهور. إذا أنت ما استطعت تكفي المعلم تعطي له راتبه، هذا المعلم النازح الذي ليس له ذنب في هذه الحرب، هذه الحرب الملعونة الذي جاءت ودمرت وكالة الأخضر واليابس ودمرت كل الفئات، الآن أصبح المعلم للأسف الشديد يشتغل مباشر في مطعم، وللأسف الشديد تجد تلميذه الذي يدرسه في الصف أصبح هو الذي يأتي للمطعم ليأكل، وأستاذه هو الذي يباشره. ألهذا الحد وصل بهذه الأمة في اليمن؟ ألهذا الحد أصبح المعلم رخيص؟ إذا كان هذا ما يريده وزير التربية والتعليم وهذا ما يريده وزير المالية، والله أنا أستحي أن أقول لهم الأولى لكم أن تخرجوا من مقاعدكم. جمعيتكم دكتور تعنى بالمعلمين النازحين والمعلمين المنقولين، ما هو الفرق بينهما؟ هذه قصة عجيبة. المنقولين هؤلاء مدرسين نقلوا وتم نقلهم إدارياً من المناطق الغير محررة إلى المناطق المحررة، ومنهم من نقل قبل الحرب. أنا على سبيل المثال لا أريد أن أتكلم عن نفسي، لكن كمثال واحد، من 2014 قبل الحرب منقول إداريا، وأتابع في المالية من 2014 إلى الآن، والآن سأحتفل بمرور العام السادس للمتابعة في عملية النقل من التربية إلى مركز البحوث. أنا الآن أعمل في مركز البحوث كباحث أول في شعبة التقويم والجودة، 4-6 سنوات إلى الآن أبحث عن نقل، وقد عندي يعني فتاوى، كانت فتاوى في صنعاء وخرجنا وخلاص وخلصنا ونقل البنك، جئنا إلى هنا وقالوا لابد أن تعودوا الفتوى، فأعدنا الفتوى من جديد في عدد، ووصلنا إلى المالية، عندنا أوامر من رئيس الوزراء بن دغر رفضت، جبنا أوامر من نائب رئيس الوزراء رفضت، جبنا أوامر الآن من معي عبد الملك ما زالت ترفض. لماذا هذا المعلم؟ لا أدري لما هذا العداء للمعلم. هل مطلوب منهم ورقة مباشرة من هؤلاء المعلمين؟ وكيف يمكن للمعلم النازح أن يباشر إذا كان هو في وضع النازح، هو بنفسه لا يمتلك مكانا للسكن، وربما يكون وضعه غير قادر على أن يباشر في المدارس الموجودة هنا؟ هذا للأسف شديد فبركة جديدة. الآن أنا أسأل سؤال للأخ وزير التربية والتعليم والأخ وزير المالية، إحنا الآن في عام 2020،
لماذا أوقفت رواتب 2019 شهر 11 وشهر 12؟ لماذا توقف؟ إذا كان عندك آلية، أنت كوزير، أنتم وزراء، إذا عندكم آلية في الصرف، عندكم آلية في ضبط المعلمين، فليكن، نحن معكم، نحن لا نمانع ذلك، لكن رتبوا الأولويات. اصرف راتب 2019 ثم اخرج الأولويات حقك والنظام الذي تريده بالمباشرات، وبلغ المدرسين جميعا أنه يا جماعة أنا طالب مباشرات. وللعلم والإحاطة، هؤلاء النازحين جاءوا وأنا كنت واحد منهم، وزوجتي واحدة منهم، جاءوا إلى وزارة التربية والتعليم وقالت لهم يجب أن توزعوا على المدارس، عندنا نقص. أعطوا لهم مباشرات للمدارس، ذهبوا إلى المدارس، المدارس قالت إحنا عندنا اكتفاء. طيب أعطونا إفادة، أعطوهم إفادة، وصلت الإفادة لعند وزير التربية والتعليم من مكاتب التربية إنه في اكتفاء، وإنه هؤلاء النازحين لا نستطيع أن نرتب لهم مكان لعدم وجود أماكن لهم. فالوزير قال خلاص تبقوا في أماكنكم في بيوتكم حتى يكون في استدعاء لكم، سنستدعيكم. بقى النازح في بيته، وبعدين لما يجوا يمنوا على إيش الرواتب حقهم؟ يعني أنا أعرف بعض النازحين رواتبهم 35,000، بالله عليك 35,000 إيش بتأكل؟ هل هي إيجار بيت؟ أنت الآن طلبت منه أن يأتي من مناطق اللي كان بيته في مناطق الغير محررة إلى مناطق محررة، كم أقل إيجار بيت؟ الغرفة الواحدة الآن في عدن، وأنا من أبناء عدن، الغرفة الواحدة في عدن الآن تساوي ما يقارب 35,000. طيب يعني ياخذ راتب يدفعه للإيجار وبعدين فين ياكل ويشرب؟ كيف تعاملت الوزارة مع مطالبكم؟ وزارة التربية والتعليم في البداية كانت معنا، ونكن الشكر لكل واحد له إيجابيات وسلبيات. والدكتور عبد الله لبلس كان له دور في البداية مع النازحين ووقف معنا، لكن للأسف الشديد في الآونة الأخيرة بعد غياب طويل بسبب الظروف في عدن رجع إلينا بظرف ثاني. يعني أصبح المعلم وجه الوزارة، كل ما يذهب إلى الوزارة لا يرضي يقابله، مقابلة الوزير تمنع، يمنع المعلم من مقابلة الوزير، وهذا حق، حق مجتمعي، حق وظيفي. أنا لو عندي مشكلة أروح إلى مدير مكتب التربية، مدير مكتب التربية مش قادر يسوي لي حل، ألجأ إلى من؟ ألجأ إلى من هو أعلى، وزيري يمثلني، هو موجود من أجلي أنا، لأن أنا أدرس وأنا أربي وأنا أعلم. إذا كان حالتي حالة يرثى لها، كيف سأؤدي هذا العمل؟ هذا بالنسبة لوزير التربية والتعليم. بقي وزير المالية، كان متفاعل أيضا للأمانة نقولها، في البداية كان متفاعل أول ما جاء كنائب وزير، لكن يبدو، الله أعلم اقتلاب المناصب، لكن يبدو أنه في الوقت الحالي يرفض حتى مقابلة اللجنة الذي النازحين. لما ذهبنا إلى وزارة المالية في يوم الثلاثاء وعملنا وقفة اعتصامية وطلبنا مقابلة الوزير، رفضوا حتى يبلغوه، رفضوا حتى يخلونا ندخل البوابة، وكأننا غرباء. نحن مدرسين لنا قيمة، إذا لم تكن لنا قيمة فليس هناك قيمة لأي وزير، أقولها بكل صراحة، لأن المعلم هو أساس البلد. ما هي الجهة المسؤولة عن عرقلة هذه المطالب وعن عرقلة أن عدم حصولكم على حقوقكم ومطالبكم؟ في الوقت الراهن نحن نحمل وزارة التربية والتعليم أولا كوزارة مسؤولة علينا، ثم نحمل وزارة المالية التي إلى الآن لنا 3 أشهر من 2017، رواتبنا من 2017 3 أشهر، 10 و11 و12 إلى الآن لم تصرف لنا. لماذا؟ من أكلها؟ يخبرونا بصدق من أكلها؟ ولماذا يصرف الرواتب اللي بعدها حق 2018 وتستبعد 2017؟ رغم أننا كنا نستلم قبلها واستلمنا بعدها، لماذا لا تصرف 2017؟ لا أحد يجي يقول لي أنا وزير ما ليش دخل بنائب الوزير السابق أو بالوزير السابق، لا، أنت في منصب وزير في وزارة، تمثل وزارة لا تمثل نفسك، أنت تمثل وزارة وتمثل دولة. رواتب النازحين 2017 يجب أن تدفع بدون مغالاة وبدون أي يعني لف ودوران. وزير التربية نطالب منه أيضا أن يكون واقف بجوار المدرسين. يعني الآن هل يرضيك يا وزير التربية ويا وزير المالية ما يفعل الآن في البلد؟ معلمين كلهم واقفين، ليش؟ حقوقهم لم يأخذوها، حقوق المعلم الآن مهانة، كل المعلمين على مستوى أنحاء الجمهورية. ولذلك يعني نشكر نقابة المعلمين الجنوبيين الذي استطاعوا أن يوقفوا هذه المهزلة وأن يقفوا ويرسلوا رسالتهم وبقوة ومطالبهم. إذا لم تعطى لهم مطالبهم هذه مشكلة.
مشكلة على وزير التربية وعلى وزير المال أن يحلوها. ما هي مبررات هذه الجهات؟ يعني هي تقدم لكم مبررات؟ في الحقيقة لديهم هم في رؤوسهم مبررات، لكن في الواقع ليست مبررات، أنا لا أعتبر مبرر. يعني مبررات غير مقنعة. مبررات غير مقنعة. هو يقول لك يجب أن تباشر، يجب أن تشتغل. طيب وديني أنا، أنا مدير على سبيل المثال، أنا في عندي مدراء له 30 سنة مدير مدرسة. أنت الآن لما بتوزع، بتوزع فين؟ بتوزع في إدارات؟ مستعد؟ لكن تقول له انزل درس. الرجل نسى المعلومات السابقة اللي كلها 30 سنة وهو مدير يخدم شغال ليل بنهار، وبالأخير تيجي تقول له تعال بنزلك مدرس. طيب أنا يعني سؤال أسأل لأي مسؤول في وزارة التربية والتعليم، مدير عام على مستوى مدير عام، هل تقبل يا مدير عام أن أتي يوم يقول لك الوزير انزل درس؟ مش بتحس بجبن بغبن كبير جدا في نفسك؟ يعني الناس يصعدوا في المراتب مش ينزلوا في المراتب، خاصة لما يكون معلم يبذل جهد ويعطي مجهود، على الناس الآخرين أن يحترموه. المدرس إذا لم يأخذ راحته ما بيستطيع يعطي. أنا كمدرس بشان أعد الحصة للطلاب تبعي، يجب أن يكون عندي راحة نفسية. إذا ما تمثلت هذه الراحة النفسية ما أقدر أعطي. إذا أنا أشعر ما فيش معي راتب ويشتوني أروح أدرس، كيف أدرس؟ كيف أقابل الطالب؟ بعض المدرسين تحولوا إلى مقاهته، وبعضهم والله رأيتهم في المساجد يتسولون في المساجد. استحوا استحوا يا وزراء، يا وزير التربية ويا وزير المالية ويا رئيس الدولة ويا رئيس الحكومة، اتقوا الله في هؤلاء المعلمين. مآسي المعلمين كثيرة جدا، لو نريد أن نشرحها ونضع قصص لها والله مأساة مأساة. أنا أتمنى أن يكون لكم برنامج في هذه القناة المفضلة، أن يكون لكم برنامج حول مآسي المعلمين، ستروا العجب العجاب، ستروا أشياء يعني لن تتصوروا أنكم داخل الجمهورية اليمنية، بلاد الإيمان والحكمة الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الآثار السلبية التي تترتب على هذا الوضع بسبب هذا الوضع على منظومة التعليم وعلى المعلمين بشكل عام في نواحي الجمهورية اليمنية؟ في الحقيقة المصيبة كبيرة، التعليم في اليمن يتدهور من يوم إلى يوم، ونحن في مركز البحوث كنا نعد بعض البرامج في إطار الدمج، لكن وجدنا يعني للأسف الشديد الموجود في الكتب والموجود في المدارس مختلف. المدرس يشكو لا راتب، بعضهم أنا رأيت صورة لمدرس موجودة عندي احتفظ بها في الهاتف، صورة لمدرس يدرس وهو حافي القدمين. تصوري مدرس يدرس أمام طلاب حافي القدمين، إيش من كرامة باقي؟ إيش من تعليم باقي؟ التعليم يتدهور، والمدرس نفسيته معطلة مدمرة للأسف الشديد. الراتب الذي يعطى للمدرسين راتب قليل جدا. شوفوا الدول المتحضرة كيف تعطي مرتبات، شوفوا دول الخليج جيراننا كم يعطوا مرتبات للمعلمين. ألمانيا لما أراد لما رئيسة الوزراء الألمانية أعطت رفعت رواتب المعلمين، خرج القضاء مظاهرة يطالب برفع رواتب أسوة بالمعلمين، فوقفت لهم رئيسة الوزراء وقالت لهم هل تستطيعوا أن تخرجوا أجيال كما هم يخرجون؟ ألم تكونوا طلاب عندهم؟ ألم يربوكم ويعلموكم؟ هذا حقهم وهذا حقكم. أعطت قيمة للمعلم. وزير التربية وزير المالية لما يحضروا ندوات أو احتفالات في وزارة التربية والتعليم سبحان الله يقفون ويرددون المقولة قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. طيب وين؟ طيب نفذ يا أخي. أخي المدرس ده تعب عليك، أنت طلعت هو تعب عليك، يوم من الأيام أنت كنت مدرس، قم لا تقومش من مقعدك، خليك جالس في مجلسك، بس أعطيه حقه. هو لا يطالب إلا بحقه، بس هو يطالب بحقه أقل القليل، يعني حتى حقه تمنعه. فبالتالي أقول لك للأسف الشديد التعليم يتدهور. السبب عدم وجود النفسية لدى المعلم، واحد. اثنين، حقوق المعلمين بغض النظر عن النازح أو غير نازح، أنا أتكلم عن النازحين الآن، لكن بالمقابل أيضا كل المعلمين حقوقهم مهضومة، وبالتالي عملوا إضراب الآن من يرضي من الآن؟ مدارس كلها موقفة، صالح من؟
وبعدين بيجي نهاية السنة وبيقولوا اضربوا الفصل الأول في باثنين وطلعوا كيف بنخرج؟ إيش من التعليم اللي خرجناه الآن؟ لو استمرت على هذا المنوال والوزارة وزارة المالية وزارة التربية رفضوا إعطاء المعلمين حقهم والمعلمين أتصروا على الاعتصام واستمر السنة والسنتين فيوصل الطالب ثالث ثانوي إلى أي مستوى بيوصل؟ متى بيتخرج؟ تعليم يتدهور. ثالثا الطالب نفسه بحاجة إلى إعادة جدولة الطالب، نفسية الطلاب الآن تتدهور. السبب الكتب والمناهج أقوى من مستوى الطلاب، ولذلك الآن لو تزوروا بعض المدارس أغلبها الطلاب يتسربون. يعني أنا أسأل سبحان الله عز وجل وزارة التربية والتعليم أين البحوث حول المتسربين؟ إحنا عملنا بحث حول عدد الطلاب المتسربين في المناطق المحررة وفوجئنا بالأعداد الهائلة جدا. أنا واحد من اللي قمت في البحث، أعداد هائلة جدا. في القرية الواحدة أحيانا تجد عدد المتسربين 70% عدد الطلاب المتسربين، وفي المدن بس أنا أعطيك 70% في بعض القرى، يعني نسبة عالية جدا. طيب وين وزارة التربية والتعليم من هذا الشيء؟ فين البرامج الذي يجب أن تنهض بالتعليم؟ أولا فين البرامج الذي يجب أن تنهض بالمدرس؟ فين البرامج اللي تنهض بالمنهج؟ فين البحوث والدراسات اللي مركز البحوث الآن إلى الآن كما سمعنا من قبل مركز البحوث والتطوير التربوي ينهب ويحرق، وزارة التربية والتعليم وين؟ يعني لا مركز بحوث قائم ولا يعطوله حقوقهم ولا مدرسين لهم حقوق ولا مكاتب تربية وتعليم تشكو وتئن. كيف نطور التعليم؟ بالتأكيد التعليم سيتدهور. نعم، يعني يكفي آلام فوق الآلام، لا الجرح مفتوح والدم ينزف منه، فما عاد له داعي من وزارة التربية ووزارة المالية أن يزيد الجرح فوق الجرح. تناقش القضايا وتحل عن طريق وزير التربية والتعليم، النقابة موجودة، المدرسين موجودين. مش يجي لي في لحظة يقول لي معاك أسبوع لازم تجيب مباشرات ولا بشيل اسمك بلغي، هذا معناته في شيء يحاك، في شيء يحاك على المعلم. ختاما الدكتور ناصر عبد المجيد المقرمي عضو الهيئة الإدارية لجمعية المعلمين النازحين والمنقولين، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ونرجو أن تجد مطالبكم صدى من خلال لقائنا هذا معكم لدى الجهات المسؤولة، وشكرا جزيلا لك. حينما يرتفع صوت الفن والجمال على صوت الرصاص، حينها يولد الأمل بين زوايا الفن التشكيلي الحديث. من بين أكثر مجالات الإبداع تأثراً بالحرب كان الفن التشكيلي، حيث جسد بأشكال مختلفة وأنماط متعددة واقعاً صعباً أفرزه الصراع بكل مسمياته. الفن في زمن الحرب رسالة يجب أن تتحدى كافة الصعوبات والمعوقات لتوصل مضمونها القائم على نشر قيم الجمال وحب الحياة والتطلع لغد أجمل. يحاول الفنانون التشكيليون في اليمن تجاوز آثار الحرب في النفوس بإبداعات فنية ولوحات جمالية تنتصر للحياة وتدعو للسلام. يعبروا عن السلام من خلال ريشة وألوان ولوحة فنية بسيطة. كل ما هنالك إن احنا نحب نلفت نظر للجمهور، للحكومة، للإدارات، للمثقفين، للتجار، لجانب إظهار الفنان نفسه من خلال الصحافة، من خلال القنوات، من خلال الجمهور، يعطي له نشاط، يعطي له بادرة أجمل إنه يطور من نفسه، إنه يزيد من مكانته بالمجتمع، يزيد من مكانته الفنية. لطالما احتضنت عدن فعاليات فنية فريدة يحتشد لها الفنانون، كتظاهرات تهدف لاستعادة النشاط الثقافي إلى المدينة باعتبارها منبع الفن والثقافة. المعارض الفنية ضمت أعمالاً لفنانين وهواه
مزجوا بين أنواع الفنون التشكيلية لإيصال رسائل هادفة في ظل الحرب والمعاناة. قبل الحرب كنت أجهز لكي يقيم معرض، لكن الحمد لله الآن بعد الحرب تابعت أكثر وأكثر وأنجزت لوحات فنية جديدة وأسلوب جديد طبعاً في المدارس الفنية. وطبعاً الحمد لله مع مرور الأيام والجهد والمتابعات الكثيرة اجتهدت وشاركت وانتجت أعمال جديدة فنية مدارس طباعية وتجريدية. الفن والإبداع لا يزالان حاضرين لدى الفنان التشكيلي اليمني، وخياله المثقل بأوجاع الحرب وهموم الحياة، وإحساسه المرهف بملامح الجمال وسحر الطبيعة. لوحات فنية تصور الواقع وتحاكي المستقبل بمشاعر وأحاسيس مختلفة، عكست إلى حد كبير مستويات متطورة لجيل تشكيلي جديد. كل لوحة هنا تتحدث عن نفسها، وكل فنان جسد إبداعه للواقع والأحلام بمزيج من الألوان عبرت عن رؤيته للحياة وفهمه للواقع المعاش. الفنان يخدم كل جوانب الحياة، من يبدأ من السياحة عندما يظهر أعماله في الجداريات في الشوارع الرئيسية، بالثقافة عندما يمثل الوطن في الفنون التشكيلية مثلاً أو المسرح والفنون أو الموسيقى أو إلى جوانب أخرى، يمثل نفس الوقت العيادات الصحية والنفسية عندما يقوم الفنان برسم حسب طلب الوزارة السياحة وزارة الثقافة الشركات مصنع الغزل والنسيج مثلاً. سنة التخرج قمنا بزيارة إلى مصنع قسم الطباعة في الديكور التلفزيون، ما أحد يقدر يستغني عن الفن. أثرت الطبيعة الريفية في أعمال الفنانين ورؤيتهم الفنية والجمالية تجاه الأشياء والسعي إلى تجسيد ما يرونه جميلاً عبر الرسم. المعالم الأثرية والموروث الاجتماعي كانت حاضرة في هذا المشهد الجمالي ضمن رؤية فنية تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية في ذاكرة الأجيال وتاريخ الشعوب. خلال التنقل بين الأعمال نجد تنوعاً في المدارس والاتجاهات، عكست مستوى متطور في التعامل مع الخامات والأدوات وتقديم عمل متزن يعي فكرته ويفهم ما يريد تقديمه في النص البصري. أفكار كثيرة عكست تنوعاً في التجريب تلويناً وتكويناً في سياق تشكيلي يبدو أنه فعلاً يؤسس لجيل يمني جديد وواعد. هذه التظاهرة التشكيلية عكست حقيقة ما يشهده اليمن خلال الحرب من تمدد جمالي خلف صور الموت التي تحتفي بها يومياً وسائل الإعلام. فعلى الرغم من توسع الصراع، إلا أن حكاية الإبداع الإنساني مستمرة في بلد ولادة بالمواهب والمبدعين. هويدا الفضلي إعلامية اختارت الإعلام لقدرته على التأثير، وهي تهتم بقضايا مشتركة كقضايا المرأة والطفل. لنتابع. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا فيكم مستمعين ومشاهدين إذاعة بندر عدن على الأثير 99.9 بالإذاعة وعلى شاشة تلفزيون.
هويدا ناصر الفضلي، فتاة طموحة وجدت في الإعلام مجالاً مفتوحاً لتحقيق ما تصبو إليه من غايات، وفي المقدمة منها مناصرة قضايا المرأة والطفل ونشر المحبة والسلام. هويدا ناصر الفضلي فتاة طموحة تريد أن تعيش بحياة كريمة، وتريد أن أهلها، أهل مدينتها عدن، يعيشوا بحياة كريمة، يعيشوا بأمن وسلام وأمان. تريد أنه كل فرد من أفراد هذا الشعب يأخذ حقه، اللي يعني حقه حق لا مكرمة، الحق اللي مطلوب أنه يأخذه ويعيش حياة طبيعية مثل أي شعب من الشعوب اللي في الخارج. اللي في الخارج مش أفضل مننا بأي شيء، نحن عندنا كمان إمكانيات، عندنا قدرات، عندنا نستحق أن احنا نكون مثلهم، ربما أفضل من البعض. فهويدا فتاة طموحة تعمل، تتمنى أن تنشر السلام والمحبة. أحبت الإعلام منذ الصغر وتعلقت به لما له من مقدرة على التأثير في الآخرين، فارتبط مصيرها به بعد الثانوية العامة دراسة ومهنة، لتغدو اليوم واحدة من الناشطات في الإعلام المجتمعي بعدن. كلمة تعبر عن آلاف المعاني. الإعلام كانت موهبتي من الصغر، عندما كنت في الابتدائية والأساسي والثانوية كنت في الإذاعة المدرسية، فكانت شغلة الإعلام والخطابة أمام الملأ، أمام الناس، شيء مهم عندي. يعني أحب أني أتكلم، أمتلك الجرأة عكس بعض البنات، بعض البنات عندهم خجل. أنا في أمور الإعلام بالذات الخطابة هذه عندي من الصغر، فكبر معي من الثانوية الإذاعة المدرسية الأساسي، كبر معي إلى أن تخصصت فيما بعد تخصص إعلام شعبة إذاعة وتلفزيون في كلية الآداب جامعة عدن. حبيت بعد ذلك الإعلام لأنه الأمور والمواد والمساق في النهج الإعلامي من الأشياء التي أهتم فيها، مثل اللغة العربية، أيضا مادة الفلسفة، علم النفس، هذه من ضمن المواد الموجودة في قسم الإعلام، فهذه المواد تعني لي شخصيا. أيضا التاريخ، يعني التاريخ من المواد اللي أحبها جدا وأقرأها عندما كنت صغيرة، فلهذا الإعلام أصبح عندي عشق، يعني عشق لا ينتهي. كما أن هذه المرض تصيب نسبة كبيرة من الأطفال. تهتم هويدا بقضايا المرأة والمجتمع، وعملت في مجالات الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وهي ترى بأن دور وسائل الإعلام تكاملي وإن تباينت في الأهمية والتأثير. عملت مدير تحرير صحيفة خاصة بالمرأة، أنا أهتم بمواضيع المرأة والطفل أيضاً، أمور السلام، لأنه أنا مرأة فواجب علي أن أهتم وأتكلم عن المرأة وأكون سند للمرأة، يعني من يعني أنا لازم أني أكون ممثلة لبني جنسي، فأمر طبيعي. لهذا اهتميت بجانب المرأة، ابتعدت كثيراً عن السياسة، اهتميت بهذا الجانب، المرأة والطفل والسلام، هذه أكثر الأمور. كانت بداياتي في الصحافة وما زلت أعمل في الصحافة الورقية من أو الإلكترونية من وقت إلى آخر. عملت في التلفزيون في قناة إماراتي، أخبار الآن، قنوات أخرى، وهكذا اكتسبت خبرة. أيضا المجال الصحفي ما زلت مستمرة فيه يعني، والمحبة ما زالت موجودة، والآن أعمل في إذاعة بندر عدن، ما زلت أحب التلفزيون وأحب الصحافة. نقدر نقول عزيزتي يا سارة إنه كل منهم يكملني، كل منهم صنع مني شيء، كل منهم مهم، كلهم إعلام، فلازم الإعلام يكون شمولي في الورق أم كان في الشيء المسموع الإذاعة أم كان بالشيء المرئي اللي هو التلفزيون. تتطلع هويدا الفضلي إلى تفعيل دور الإعلام وفقاً لمتطلبات المرحلة وتأهيل الكوادر الإعلامية وتحسين مستواهم المعيشي، متطلعة إلى خطاب إعلامي جامع يوحد ولا يفرق، ينشر ثقافة التعايش ويناهض خطاب التحريض والعنف والكراهية. أتمنى أن تتكثف الدورات في داخل البلاد أكثر شيء. الدورات التأهيلية ضرورية جدا، طبعا من قال أنه تعلم بدأ جهلة، طبيعي، يعني ما فيش حد متعلم 100%، كل يوم نتعلم شيء، كل يوم نكتشف شيء، إن كان في مجالنا أم في مجال آخر. الدورات التأهيلية أشوفها جدا مهمة، خصوصا نحن كإعلاميات في داخل البلاد أو في خارج البلاد، هذه مهمة لنا تساعدنا. أيضا رغباتي إني أو رؤياي إني أنشر ثقافة تقبل الآراء
والتعايش. بمعنى أنه شخص له فكر ولو منطق معين وأنا عندي فكر واللي والشخص الثالث عنده فكر، لازم نحن نسمع الكل ما نخونش الآخر، لابد إنه كل شخص يسمع من الآخر ويعرف إيش عنده، إيش ممكن بالتقبل الرأي هذا أو سماع للرأي هذا إيش ممكن ينتقل للمجتمع. لازم الشيء اللي أتمنى إنه يوصل للمجتمع إنه التعددية بالأفكار تصنع شيء مختلف. مثلاً إذا ضربت خير مثال على مدينة أديس أبابا أثيوبيا، أثيوبيا فيها 200 ديانة، 200 ديانة، تخيلي 200 ديانة وعايشين متسالمين، ما فيش أي مشاكل. تخيلي يعني عندهم كثير من الاختلافات العرقية الدينية، الاختلافات من شتى النواحي، لكن شعب متعايش وأيضا مسالم. نحن نتمنى أن نحن نعيش، نحن نقول لا إله إلا الله كلنا، جميعنا يعني من نفس البلاد، يعني من يافع، من الضالع، من كافة المحافظات في عدن، من نفس البلاد، مش متقبلين بعضنا. نتمنى ان احنا التعدد بالاعراق والتعدد ايضا بالافكار البسيطه، رغم ان ديننا واحد، الهتنا واحده، المفروض احنا نعيش تحت ارض مشتركه، نتقبل بعضنا البعض، ما نكونش نخون اي شخص عن اخر، نبعد قليلا عن اي امور قد تسبب بيننا مشاكل، قد تسبب بيننا مفارقات. نحن في وقت صعب جدا، لابد ان احنا نجتمع على نقاط مشتركه قدر الامكان. مشاهدينا، ختاما لكم أطيب التحايا مني ومن طاقم البرنامج، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.